البنات، نتمنى تكونوا بخير على خير. رجعت لكم بفيديو جديد كذلك يجاوب على الاسئله ديالكم. كثرت عليكم من الوصفات في هذا الاسبوع، ولكن والله الا ديما كنبغي نجاوب على الاسئله ديالكم وما كنبغيش نتعطل عليكم. بزاف ديال البنات كيسولوني زينا كيقولوا لي راه حنا كنبغوا نحطوا الفونديشن اولا الفون دو تان، ولكن غير كنحطوه كتبين واحد القشور وفي البشره ديالنا ملي كيعطيها واحد الشكل اللي هو خايب، وكيضطر البنت انها تزول هذاك الفونديشن. فاليوم الحبيبات ديالي جبت لكم واحد الوصفه اللي غادي دير معكم 5 ديال الدقائق اللي كتحضر لك البشره ديالك قبل ما كتحطي الفونديشن، وخصوصا اللي بشرتها جافه بزاف، حتى هذا المشكل كتعاني منه البشره الجافه. بالنسبه للبشره الدهنيه ما كنصحاش انها تجرب الوصفه ديال اليوم، واللي عندها بشره مختلطه بحالي بحال مثلا عندها تي زون هنايا يعني دهنيه، وهاد البلايص عندها جافه، ممكن تحطها غير على البلايصات اللي عندها كتشوف ان فيهم الجفاف. بلا ما نكثر عليكم البنات، كيف ما ديما اللي اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنساش ضغط على زر الاشتراك، كذلك الضغط على الجرس باش توصلوا باشعارات كل مره حطيت فيها الفيديو. ويلا نبداو. قبل ما ندوز الوصفه ديال اليوم بغيت غنقول لكم البنات ضروري قبل ما كنحطوا اي وصفه وقبل ما كنحطوا اي فونديشن ضروري كنهيئوا البشره ديالنا. ما ديروش كما كنت كندير انا، كنت كنخلط وكنمشي كنغسل وجهي باي صابون كان كيدور حدايا، سواء كان صابون ديال الكف صابون ديال دوف. من بعد ما كنغسلو كندير الفون دو تان. الفون ملي كنديرو كتبدا لك بلاصه هنا فيها الفون دو تان، بلاصه مبرقعه، بلاصه طالعين فيها القشور بحال ديك القشره ديال الشعر، وكنت كنضطر انني كنمشي كنغسل الفون دو تان ديالو. كنت ديما كنقول علاش بعض البنات كيبان لك الوجه ديالو مزوين وداك الفون دو تان ديالو مصايب مزيان، وانا ما كيجيش معايا الفونديشن، علاش؟ ما كنتش كنعرف علاش. المهم البنات ضروري كتهيئوا البشره ديالكم، كتغسلوها باي غسول كيجي مع البشره ديالك، سواء كانت بشره حساسه، بشره دهنيه، بشره جافه. المهم نتوما راكم عارفين انا اللي كنستعمل دابا من كلارنس برصت لكم الراس بهذا، ولكن والله الا ارتحيت معاه بزاف. فاش كنغسل به ما كنحسش البشره ديالي جافه، كيخلي لي واحد كيعطيني واحد كيخلي لي واحد الرطوبيه على البشره ديالي بعكس المنتوجات اللي كنت كنستعمل من قبل مع هاد الغسول كنستعملو مع هاد الفرشات اللي شريتها من كلينيك اللي عندي انا، راه كتفيبرا البنات شفتو كيقولوا لي كتفيبرا احسن من اللي كتدور، قالك اللي كدور كتاثر على البشره من بعد، هادي كتنظف البشره بعمق، وكذلك اي قشره كانت على البشره ديالك كتحيدها بالمره. كيجيو معها جوج دريوس، وشريتها كذلك في التخفيضات راس للبشره العاديه وراس للبشره الحساسه، بكوني عندي بشره حساسه فخديت الراس للبشره الحساسه. ويلا دابا نشوفوا الوصفه ديال اليوم. اول حاجه غادي نحتاجوا ليها البنات واحد الربع ديال البنانه اللي هو الموز، الحجم ديالها يكون متوسط، من الاحسن تكون طيبه، اللي طيبه كيكونوا فيها لي فيتامينات بزاف وكتكون مغذيه اكثر. ما عندكمش طايب ماشي مشكل. وغادي نحتاجوا مقدار ديال الزبده تكون غير مملحه، البنات ما ديروش المملحه وتبداو تدعيو عليا، زبده غير مملحه واحد الملعقه كبيره. غادي نزيدو عليها واحد الملعقه كبيره ديال زيت الزيتون النقي، اللي ما كتعجبهاش ريحه ديال زيت الزيتون ممكن تعوضها بزيت جوز الهند ولا زيت اللوز الحلو. غادي نزيد واحد الملعقه صغيره ديال العسل، من الاحسن البنات تكون عسل طبيعي ماشي ديال السكر، واحد ملعقه كبيره ديال الحليب باش نمزجو الخليط. غادي نضربوا كلشي بالخلاط الكهربائي، الا جا معكم ثقيل ممكن تضيفوا ليه الحليب. وهذا هو الشكل ديالها البنات من بعد ما ضربناها بالخلاط الكهربائي. دابا نديرو الماسك ديالنا، كما قلت لكم انا راه ضروري غسلت الوجه ديالي من قبل. كنبدا دابا ندير الماساج بحركات دائريه على الوجه ديالي كامل وكذلك العنق. كما قلت لكم البنات الا كانت البشره ديالكم جافه حطوا الماسك على الوجه كامل، الا كانت عندكم بشره مختلطه عندكم بعض البلايص دهنيين وبعض البلايص جافين حطوها غير على البلايص اللي هي جافه. كنديروا ماساج هكا بحركات دائريه لواحد 5 دقائق، وعاد كنخليو الماسك واحد 5 دقائق اخرى، ومن بعد كنغسلوه.
من بعد البنات ضروري كنحطوا الكريم الواقي من الشمس الا كنا غادي نتعرضوا للشمس. وكتجي دابا عمليه وضع الفونديشن، غادي نستعمل هاد الفرشات. غتبداي تلاحظي بان الفوند تاع كيمشي لك في البشره ديالك بواحد الطريقه اللي هي زوينه بدون اي صعوبه، بحال مسرسب يعني بحال حاطه شي زيت على البشره ديالك. كنوزع بهاد الفرشات هي الاولى على الوجه ديالي كامل. اكيد البنات الا كنتو غادي تعريو العنق ديالكم ضروري كتوزعوا حتى على العنق. ومن بعد انا ما كنستعملش انا البيوتي بلندر باش ندمج الفونديشن، كنحس بهذيك البيوتي بلندر غير كتسرق ليا داك الفوند وكتضيعو مني الصراحه. فلهذا كنستعمل غير اليدين ديالي، كنحس بان هذيك الحراره اللي كتكون في اليدين كتدمج الفونديشن بواحد الطريقه اللي هي زوينه. وضروري البنات تبقاو ديروا ماساج على الوجه ديالكم حتى كيندمج هذاك الفوند تاع مزيان. كتشوفوا البنات هذه هي النتيجه النهائيه، كيندمج لكم داك الفونديشن بواحد الطريقه اللي هي زوينه. الفوند تاع اللي استعملت انا من استر لودر، ما كنستعملوش بشكل يومي، كنستعملو غير الا كانت عندي شي عراضه. بالنسبه لكم ممكن توضعوا داك السيتين باودر اولا ديك البودره باش يبقى لكم داك الفوند تاع بواحد الشكل اللي هو. انا غادي نستعمل فيها الماسك البنات. هذا الماسك ما كتستعملوش يعني واحد المده اللي هي طويله، كتستعمليه كل مره شفتي ان البشره ديالك جافه وبغيتي تحطي عليها الفونديشن وعندك شي خريجه وما عرفتي ما دير، يعني للطوارئ فقط. يعني كتحط هذا الماسك راه هو تهيئه للبشره قبل ما كنحط. حبوباتي الفيديو ديال اليوم راه تسالى، ما تنساش انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم وترجعوا تكتبوا لي تحت هذا الفيديو تعليق حتى انا نشوف البنات اللي لاقت معاهم الوصفه والبنات اللي ما لاقتش معاهم الوصفه. وكنقول لكم تبارك الله عليكم وبوسه كبيره ونضرب لكم ميعاد في فيديو قادم بحول الله، والى اللقاء.